تجديد لأن البطولة كأس آسيا قادمة، وإن شاء الله المنتخب العراقي يشرفنا ويشرف العراقيين بهذا المشاركة. والمنتخب الوطني فرحنا بكأس آسيا، يعني قدم مستوى كلش رائع، العالم كلها فرحت به. إن شاء الله بطولة آسيا يقدم نفس المستوى. والآن إحنا مقبلين، تعرف منتخبات قوية، منتخب اليابان، السعودية، الدولة المضيفة، قطر، وإن شاء الله منتخبنا يقدم أحلى مستوى ويفرح العراقيين. عندنا لواعيب تعرف يعني محترفين واللواعيب اللي موجودين، وإن شاء الله العالم تفرح بهاي البطولة. لا الإقبال هسه طبعا أكثر، لأن العالم، لأن بطولة آسيا بطولة يعني قارية تشمل آسيا كلها، يعني اليابان، كوريا، استراليا، فالعالم كلها تريد تشوف. والله أسعار الاشتراكات الآن قناة مكتب الجزيرة أسعارهم كلش حلوة ومناسبة. عندهم عرض قبل فترة، كان عرض كلش حلو، جهاز كامل واشتراك وهاي ب35، هسه إجا عرض همينة موجود، جهاز كامل واشتراك وتفعيل شهر مجاني ب40,000 دينار، فكلش حلو يعني. واشتراك موجود هسه شهر ب15 وكو شهرين ب25، كلش مناسب. العالم تريد تشوف لعبه وهاي شيء كلش مناسب. والله حاليا اقبال الناس على شبكه الرابعه في تصاعد، لان هي صاحبه الحقوق الحصريه وفق اتفاقيات الجزيره، يعني بي ان سبورت حاليا وي اس اس تي في، وهسه هي الحصريه، حصريا هي حاليا بس عندنا. كان قبل كل من يبث بكيفه، ماكو فتشي نظام، حاليا لا، وفق نظام وفق اتفاقيات حصريه وفق اشتراكات فعليه، يعني فتشي ترتيب مو مثل قبل، احسن. تعرف الرابعه معروفه، ماكو داعي نحكي عليها، وكل شيء حقوق، جاي نشتري حقوق بفلوس يعني.